أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج هنا البحرين، بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وضع حجر الأساس لمركز بنك البحرين والكويت الصحي في منطقة جلالي بمحافظة المحرق، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من المسؤولين في القطاعات الصحية والجهات المعنية بمملكة البحرين، والذي يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك وحرصه المتواصل على دعم مختلف الجهات التي تقدم خدمات صحية وعلاجية لأفراد المجتمع. تأكيدا للمضي نحو أهداف كبيرة في المجال الصحي بمملكة البحرين، وضع معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة حجر أساس مركز بنك البحرين والكويت الصحي بمنطقة قلالي. تم وضع حجر الأساس لسابع مركز صحي في محافظة المحرق، وهو تم تصميمه على أحدث المعايير وأعلى المواصفات، ومن خلال استشاري متخصص في هذا المجال، ويخدم المنطقة سواء قلالة والمناطق الغريبة منها اللي هو جزر أمواج ودلمونيا وديار المحرق. أهل قلالة تقريبا يعني ما لا يقل عن 31 ألف نسمة تقريبا. يعتبر هو مركز متكامل جميع الخدمات الصحية فيه، ويخدم أهالي المنطقة، وإضافة جيدة للمنطقة، وإن شاء الله 18 شهر ويكتمل المشروع إن شاء الله، توقع على نهاية العام القادم. أعتقد اليوم مناسبة سعيدة جدا، الاحتفال لوضع الحجر الأساس لمركز بنك البحرين والكويت لمنطقة قلالي، والهدف الأساسي هو خدمة المواطنين في هذه المنطقة، وإن شاء الله نأمل بعد اليوم الحجر الأساس نأمل أن ننتهي من تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن، ويستفيد منه كل المواطنين في منطقة قلالي والمناطق المجاورة. وتأتي هذه الأعمال ضمن الدلائل بأهمية الاستمرار في التوسع بإقامة المشروعات الصحية والطبية وتعزيزها لتتواكب مع التطلعات المنشودة، وبما يعزز المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. مراكزنا الصحية في البحرين تمتاز بخدمات ما موجودة في مراكز صحية في باقي دول العالم. احنا مراكز صحية متكاملة، إلا أن العمليات ما نسوي فيها كل التشخيص وكل العلاج وكل الأشياء اللي ترتبط بصحة المريض من قبل ما ينولد إلى ما يشيب إلى ما يوصل لأرذل العمر. احنا في المراكز الصحية نهتم في مرضانا، يعني عندنا حق الطفولة، وعندنا حق الأمومة، عندنا حق الأمراض السارية، وعندنا حق الأمراض المزمنة، عندنا التشخيص المبكر، عندنا التثقيف الصحي، وكل الخدمات الصحية العادية وزيادة عن العادية لبعض الموجودة في المستشفيات أيضا عندنا. ويجسد هذا العمل حرص بنك البحرين والكويت على النهوض بمسؤوليته الاجتماعية تجاه المملكة والمجتمع، ولتعزيز مساهمته في دعم جهود الحكومة لتلبية تطلعات المواطنين بالحصول على الرعاية الصحية بمختلف مناطق البحرين. تحت رعاية السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، اختتم فريق أكاديمية المسعفين وبدعم من شركة كريدي ماكس معسكر الربيع التدريبي للأسعافات الأولية بنسخته الثالثة لعام 2024، والذي شهد مشاركة 135 مشاركا و15 مدربا من مملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
اختتم معسكر الربيع للإسعافات الأولية تدريباته في مدينة سلمان من خلال التمرين المحاكي للواقع عبر المشاهد التمثيلية التي قام بها المشاركون في كيفية مواجهة الكوارث من الجانب النظري إلى العملي، وذلك لقياس أداء المتعاونين والشركاء في سرعة الاستجابة. احنا اليوم في هذا التمرين الافتراضي اللي في ختام ورشة معسكر الربيع للإسعافات الأولية يؤكد هذه الشراكة بأجمل صورها. عندنا اليوم الإدارة العامة للدفاع المدني، عندنا الإسعاف الوطني، عندنا اللي هي جماعة المسعفين، أكاديمية المسعفين البحرينية، عندنا الأهالي اليوم اللي شاركوا كمتطوعين، وإحنا اليوم اللي نشاهده اليوم يؤكد يعني دور التطوع في خدمة حالات الطارئة. يأتي برنامج معسكر الربيع ضمن اهتمامات المحافظة الشمالية وتوجيهات معالي وزير الداخلية بأهمية التعاون مع اللجنة الوطنية للحماية المدنية وإعداد خطة لتفعيل إدامة الإعاشة في مراكز الإيواء، كما يتماشى مع محور التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ في برنامج طلب اعتماد الشمالية محافظة صحية. طبعا هذا المعسكر تميز بوجود عدد من المدربين من دول مجلس التعاون ومن البحرين، فكانت تجربة غنية جدا استمتعنا فيها لأن كان فيها تبادل الخبرات بين الدول، بالإضافة إلى عدد من المهارات اللي يكتسبونها الأفراد ممكن حتى في حياتهم العادية لمواجهة مخاطر معينة، وبالتالي إنقاذ حياة الأشخاص المعرضين للخطر في بعض من المواقف. اليوم الأخير كان أعطيناهم تدريبات حية شبه حية بحيث أن يتعاملون مع الإصابات شبه حقيقية، سوينا لهم ميكب سينمائي بحيث أن يعيشون الواقع، وأيضا شبكنا وياهم الدفاع المدني ويا الإسعافات، إسعاف السلام، إسعاف مستشفى كينز، وأيضا الإسعاف الوطني، بالإضافة إلى المرور ويا الداخلية، بحيث أن سوينا لهم عدة إصابات وهمية. علمنا المشاركين اليوم الختام أن يطبقون على الإسعافات الأولية حق الإصابات الحية بحيث أن يكسرون حاجز الخوف ويتمكنون من التعامل مع الإصابة لحين وصول الطاقم الطبي إلى الإصابة. وقد اشتمل البرنامج على تطبيق عملي لجميع المشاركين لإطفاء الحريق من قبل إدارة الدفاع المدني وبالتعاون مع وزارة الداخلية، ومن ثم تدريبات على فرز ونقل المصابين بالنقالة الطبية من وإلى داخل سيارة الإسعاف. وساهم الإسعاف الوطني ومستشفيات خاصة بسيارات الإسعاف لتدريب جميع المشاركين في هذا المعسكر، بالإضافة لمشاركة الإدارة العامة للمرور في هذا الحدث لتنظيم حركة المركبات في الموقع. تم افتتاح معرض ماهية في ختام برنامج دافنشي التدريبي بحضور معالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون والسيد خالد البيات الرئيس التنفيذي للنمو في صندوق العمل تمكين والسيد حمد طاهر مدير إدارة المبادرات الحكومية والمشاريع في تمكين وعدد من الفنانين والمهتمين. بمناسبة افتتاح معرض ماهية في مركز صفية علي كانو للفنون، بيّنت الدكتورة فاطمة البروشي رئيس مجلس أمناء مؤسسة بحرين ترست أن فكرة هذا البرنامج دافنشي للتدريب جاءت تحقيقاً لرؤية المؤسسة المستندة لتمكين الأفراد وتغيير حياتهم نحو الأفضل من خلال خدمات تنموية مستدامة تقدمها المؤسسة. صممنا برنامج مكون من عدة ورش، تقريباً 20 ورشة، الهدف منها رفع المهارة وإكسابهم مهارات تساعدهم للدخول في سوق العمل، من أجل يعني ملء الفجوة اللي تكون ما بين البرامج الأكاديمية في الجامعات وما بين واقع سوق العمل. فهذا اللي كان الحمد لله، فالمعرض يمثل الخبرات اللي تلقوها واللي بنوا على الخبرات السابقة اللي عندهم. كما قدمت الدكتورة فاطمة البلوشي الشكر لصندوق العمل تمكين على دعمهم الكامل للبرنامج وعلى دورهم الفاعل في تحقيق
فكرة البرنامج واستمراريته. كان عندي شغف أنني أدخل في دورة دافنشي، وجداً ضافت إلي كثير من النقلات صراحة في البزنس تبعي، طورته خصوصاً في يعني التوين موشن، بحيث أن أنا أحول الثري دي إلى موشن، بحيث أنه يعني الحين حالياً في الانتيرير ديزاين انتقلنا إلى نقلة أن أنت شلون تشوف بيتك وأنت واقف في مكانك، يعني فضاف لي الكثير صراحة. ويسلط معرض ماهية الضوء على النتائج التي حققها المشاركون في البرنامج والأفكار التي طرحوها في مجالاتهم المختلفة، وأنه يأتي كفرصة لعرض مهاراتهم أمام أرباب العمل والجمهور. تحت رعاية رئيس مجلس إدارة جامعة العلوم التطبيقية السيد سمير عبدالله ناس، نظمت الجامعة مؤتمراً علمياً تحت عنوان المؤتمر الدولي الأول في التقنيات الناشئة للاستدامة والأنظمة الذكية، وذلك بالتعاون مع جمعية الهندسة الكهربائية والإلكترونية الأمريكية. نظمت جامعة العلوم التطبيقية مؤتمر تحت عنوان المؤتمر الدولي لتقنيات الناشئة للاستدامة والأنظمة الذكية، ويهدف هذا المؤتمر لتوفير منتدى متعدد التخصصات لتبادل المعرفة ومناقشة أحدث الابتكارات والاتجاهات في التنمية المستدامة، وكذلك مناقشة الحلول التكنولوجية في المجالات الواسعة للذكاء الاصطناعي وتقنيات الاتصال. الدورة الثانية هذه شهدت زخم كبير من الأبحاث، 364 بحث سيقعوا عرضهم، ساهم فيهم أكثر من 1200 باحث حول العالم من 64 بلد حول العالم. الأبحاث هذه راح تعرض في يومين، اليوم إن شاء الله يكون حضوري بحضور ما شاء الله عنا أكثر من 100 بحث من مملكة البحرين، وهذا الحقيقة شيء يفرح وشيء يطمن أنه البحث العلمي وأنه مسار البحث العلمي سير في الطريق الصحيح. شرفنا إحنا الجامعة أن ننظم هذا المؤتمر، ومشاركة أعضاء التدريس أيضا عندنا والباحثين في هذا المؤتمر، وهذا المؤتمر من المؤتمرات المهمة المتميزة على مستوى العالم اللي تخدم الكثير في مجال الأنظمة الذكية والأنظمة الناشئة المستدامة. وتضمن المؤتمر عروضاً تقديمية لـ 72 ورقة بحثية قدمها باحثون من 24 دولة حول العالم، حيث غطت الأوراق البحثية المقدمة مسارات عدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات وتقنيات الاتصال والشبكات وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. العالم كامل الآن مشغول بموضوع الاستدامة والتنمية المستدامة وأهم التكنولوجيا، فإنه نشارك بهذا المؤتمر ونتحدث عن الترندز اللي موجودة بعالم السستينابيليتي خطوة مهمة ورائعة من جامعة العلوم التطبيقية، وبعتقد إن شاء الله أن المؤتمر يكون في مجموعة من النصائح اللي الباحثين حول العالم وفي مملكة البحرين يأخذوها ويتنموا منها من خلال هذه التكنولوجيا. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام الحلقة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.